بطولة الاسكواش الدولية للناشئين اختتمت امبارح النسخة الثانية ليها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للاسكواش وبمشاركة 23 دولة تحت رعاية الاتحاد المصري للاسكواش. البطولة الحقيقة بدأت في 7 أغسطس وشارك فيها جميع الأعمار السنية للناشئين والناشئات من تحت 11 سنة وحتى 19 سنة. البطولة بتعتبر من أكبر البطولات اللي بتمنح اللاعبين نقاط مؤهلة لتحسين التصنيف الدولي الخاص بهم للناشئين والناشئات. تعالوا نروح نتعرف على تفاصيلها. بطولة الاسكواش الدولية واللي بتقام في مصر على مدى 3 أيام واللي بنشهد دلوقتي ختام فعالياتها من البطولات المهمة جدا للناشئين المصريين في لعبة الاسكواش واللي بيشارك فيها لعيبة ولاعبات ناشئين وناشئات تحت السن من تحت 12 لحد تحت 19 سنة. البطولة دي بيشارك فيها حوالي 23 دولة من شتى أنحاء العالم وبتأتي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد المصري للسكواش. البطولة ديت تحت رعاية الاتحاد المصري للسكواش وتمت على ملاعب نادي بلاك بول. هي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي للسكواش، فهي بتعتبر بطولة ضمن البطولات أو ضمن الأجندة الأوروبية للسكواش للناشئين. فزي ما عندي بطولة ألمانيا، عندي بطولة إنجلترا، عندنا بطولة مصر الدولية، عندي بطولة فرنسا. الميزة كمان إن احنا قدرنا إن احنا نحطها في التصنيف من على مستوى الجولد أو على المستوى الذهبي، يعني من أعلى البطولات تصنيفا، فبالتالي المشاركة المصرية لأبنائنا والناشئين هيقدروا يحصلوا على أعلى تصنيف من النقاط يقدر يحسن لهم التصنيف الدولي بتاعهم. النسخة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها ودي النسخة الثانية، عندنا السنة دي أكتر من 350 لاعب شاركوا في البطولة. المقياس النجاح إن أنا عندي من 350 لاعب دولت أكتر من 125 لاعب غير مصري من دول زي أمريكا، زي فرنسا، كرواتيا، العراق، الكويت، عندي ناس من أفريقيا، من جنوب أفريقيا، من زيمبابوي إلى آخره. عندي أكتر من 23 دولة مشاركة في البطولة. على مدار الأربع أيام والنهاردة اليوم الخامس الفاينل عملنا ما يقرب من 890 ماتش. مصر الحمد لله احنا متربعين على عرش اللعبة، قدرنا ان احنا نحقق الاربع مراكز الاولى على كل مستوى، فاحنا الاربعين مركز اللي هم سواء كان 20 ولاد او العشرين البنات ناشئات، الحمد لله السنة دي بالكامل مصريين اللي حققوه. انا كنت بطل تنس في الاول، كنت بطل تنس، حاولت سكواش بصراحة حبيته اكتر، حسيتها لعبة حلوة جدا. البطولة كانت صعبة جدا، مش هقول انها سهلة خالص يعني، منظمه حلو جدا. كنت بلعب باسكت في الاول وبعدين ما حبيتش قوي او ما كنتش مستمتعه جدا، وبعدين رحت لعبت جربت سكواش، كانت تجربه صراحه حلوه وكده، وبعدين ابتديت احب السكواش، ابتديت اتمرن وبقى بقت لعبه مميزه بالنسبه لي وحلوه.